ليك بالمستقبل حابين انه ندرب ستات حرفيات اكثر يبلشوا يشتغلوا معنا حتى نقدر ننتج اكثر. وبما انه هذا النموذج اللي عملناه بالاردن نجح، حابين انه نقدر نعمله ببلاد ثانيه بالشرق الاوسط وكمان ان شاء الله لقدام كل العالم. هو شيء حلو كمان يعني الواحد اللي ما بيقدر يطلع من البيت وعنده اولاد ومسؤوليه يجي الشغل على البيت، هذا شيء كتير حلو بخفف عليك العبء